دكتور محمد، رد الفعل المجنون للأخرق نتنياهو بعد ما حدث، بغض النظر نتفق أو لا نتفق مع ما قامت به حماس على فكرة، لأن تم اكتشاف أن معظم الضحايا أساسا بنيران إسرائيلية، هم اللي موتوا الإسرائيليين، يعني هم اللي ضربوا نيران بلا تمييز فقتلوا المياد، ودي كلها تقارير مطلعها أرس إسرائيلية. التحرك الذي قام به نتنياهو للتدمير وإفعال المخطط اللي احنا عارفين ان هم محضرينه من زمان، صحيح. الآن موقف الحكومة الإسرائيلية أمام الرأي العام العالمي، دول ما جابوش مخبأ واحد، نعم يا عم الحاج، دول ما عرفوش يجيبوا حاجة، ده ما طلعوش بحاجة، صحيح. موقفهم أمام العالم إيه؟ يعني هو أولا يعني ما حدث يوم، يعني حتى يعني تكتمل الصورة، ما حدث يوم 7 أكتوبر تشرين الأول عملية طوفان الأقصى هي بالنسبة لنا كفلسطينيين كعرب كمسلمين كأي مناصر للقضية الفلسطينية هي تطور نوعي على مستوى العمل الفدائي الفلسطيني، على مستوى العمل الوطني المقاوم الجمعي الفلسطيني بغض النظر من قام بها، مع العلم طبعا بغض يعني نعم صحيح حماس من بادرت لكن جميع الفصائل شاركت يعني بشكل لاحق. بس ما خد بالك من حاجة، ما هو لكل فعل رد فعل، تمام. هم كانوا متوقعين بعد الكم اللي هم كله بيعملوه انه حد يخرج ياخدهم بالحضن ويبوسهم، يعني بالتأكيد هو ما حدث، يعني حتى لم يكن عفوا لم تكن تسميه العمليه البطوليه بطوفان الاقصى من فراغ، يعني العرب عندما يعني في لغتنا العربيه وحضرتك سيد العارفين عندما نريد ان نصف شيئا او احدا قد تكلم بشيء نوعي في توصيف مساله معينه نقول انه كان نبيا من باب يعني بشكل يعني 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 تجاوزي. انا اعتقد يقينا من استخدم هذا المصطلح، يعني من قرر ان يكون اسم العمليه او اسم اليوم الفارق يوم 7 أكتوبر تشرين الأول من هذا العام طوفان الاقصى، ربما كان يعني تجاوزا بدلاله المعنى بالاستعاره، يعني كان نبيا في أنه أدرك أو يدرك أو يعني أن ما سيحدث بعد ذلك هو طوفان على كل المستويات. من هنا يعني أود أن أكمل، ما حدث طوفان، كان يجب أن تتوقع إسرائيل بعد كل هذه الضغوط وما حذرت منه مصر، نعم، أنه يجب أن يكون هناك رد فعل. لأكمل حديثك، قطاع غزة، يعني إذا أردت أن أتحدث عن ما قبل 7 أكتوبر على مستوى فلسطين، ربما يعني ما يعني حجم المعاناة الهائلة التي كان يعاني منها شعبنا في القدس المحتلة، في الخليل، في نابلس، في جنين، في طول كرم، في قلقيلية، في رام الله، حجم الاعتداءات والتجاوزات الصهيونية التي فاقت كل حد وفاقت كل الخطوط الحمراء، طالما نتحدث اليوم في هذه الحلقة عن الخطوط الحمراء وخاصة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، اعتداءات لم يكن لها مثيل من قبل، بل كان بن جافير هذا الأحمق الأرعن المتطرف المجنون المجرم الإرهابي دائما يراهن أنه سوف يجتاز بأرقام الاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك كافة الأرقام القياسية السابقة، وصل به الأمر إلى أن يحدد يوما ما من الأيام، وحدث ذلك، أن مجموع المقتحمين من قطعان المستوطنين في هذا اليوم بالذات للمسجد الأقصى المبارك سيكون بحجم اقتحام المستوطنين على مدى 10 سنوات كاملة مضت، وهذا ما حدث بالفعل. قطاع غزة طبعا بات معروف الكثير عنه من التفاصيل، ولكن بصفتي أحد أبناء القطاع وأنا مولود في القطاع وعشت معظم حياتي وعمري في القطاع واعتقلت طبعا يعني في سجون الاحتلال انطلاقا من القطاع مرات عديدة، قطاع غزة هو مساحته 365 كيلومتر مربع من أصل 570 كيلومتر مربع، بمعنى مستوطنات غلاف غزة هي أصلا جزء لا يتجزأ من قطاع غزة، هي أراضي قطاع غزة هي أراضي محتلة بالضبط، هي في التقسيم الانتداب البريطاني وليس حتى العثماني، قطاع غزة أكبر من ذلك حسب تقسيم الانتداب البريطاني للقطاع لفلسطين والاحتلال البريطاني، قطاع غزة مساحته أكثر من 570 كيلو متر مربع، إذا حوالي أكثر من 200 كيلو متر مربع محتلة من أراضي القطاع من قبل الاحتلال الصهيوني وأقيمت عليه ما تسمى بمستوطنات غلاف غزة. هذا أولا. ثانيا
القطاع هو أكبر سجن في العالم، أكبر سجن مفتوح في العالم، محاصر أهلنا في القطاع برا وبحرا وجوا. الطائرات بدون طيار، وما نسميها بلغتنا الشعبية الزنانة، نتيجة طبعا الزنانة جاءت كلمة يعني اشتق الاسم من الذبابة عفوا، نتيجة أنها تزن على مدار الساعة حتى تكاد تصيبك بالصمم، يعني يعني تؤثر على حياة الإنسان وتصيبه بالإرهاق العصبي والتوتر، وحتى يعني شاشات التلفاز يعني إشارة التقاط البث التلفاز يعني تكاد تلتقطه بمنتهى الصعوبة. الحياة عبارة عن نكد على مدار الساعة بسبب هذه الزنانات التي لا تفارق سماء القطاع على مدار الساعة. البحر محاصر من الزوارق والزوارق البحرية، وفي كثير يعني تسمع حضرتك أو تقرأ وتتابع بصفتك أحد كبار المتخصصين في ملف الصراع العربي الإسرائيلي والمسألة الإعلامية، أن في بعد كل عدوان يتم التفاوض على كم ميل بحري سيكون مسموح للصيادين الفلسطينيين به. عارف أنا وآخر حاجة دمروا ميناء الصيد بالملاك، ميناء الصيادين وكافة زوارق الصيد. إذن البحر محاصر، البر محاصر، المعابر مغلقة، الجو على مدار الوقت هناك يعني مراقبة، أيضا المساحة التي 365 كيلومتر مربع، هناك 500 كيلومتر من جنوب القطاع حتى شماله تعتبر محتلة، يسمونها المنطقة الصفراء، غير مسموح لأي فلسطيني باستعمالها لا زراعة ولا 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 بناء وغير ذلك، ومن يقترب منها يطلق عليه النار. الحجم الذين يعني منذ اعتداء عدوان 2014 حتى العدوان الحالي، نحن نتحدث عن عشرات الاعتداءات التي تكررت، اخرها طبعا 2020 و2021 و2022، حتى هذا العام يعني شهد اكثر من عدوان، اعتقد عدوانين او ثلاثه. عندما يحدث عدوان 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، انت تتحدث عن تدمير، تدمير بكل ما تعني الكلمة، يعني تدمير البنية التحتية بشكل أو بآخر، قصف عشرات الأبراج السكنية والعمارات. في العدوان الأخير يعني شاهد العالم أجمع يعني كيف قصف مثلا برج الجلاء وبرج الشروق، ويعني العدوان السابق على ذلك. الآن طبعا هذا العدوان يعني نستطيع أن نقول بكل بساطة كل ما سبق كان نقطة في بحر هذا العدوان. هذا هو صحيح. وعلى فكرة الأرقام الرسمية للشهداء تتحدث عن 14,000 شهيد، وأنا أؤكد لك وأؤكد للمشاهدين الأعزاء وبمعطيات في غاية الدقة أن الأرقام الحقيقية للشهداء تجاوزت 30,000 شهيد. هناك آلاف الشهداء، آلاف جثامين الشهداء ملقاة في الشوارع غير مسموح للفرق الطبية ولفرق الإسعاف والدفاع المدني ولعموم الناس بانتشالهم من الشوارع لدفنهم. هناك آلاف الجثث ما زالت تحت الأنقاض غير مسموح لأحد بانتشالهم من تحت الأنقاض أو رفع الأنقاض. هناك أيضا العديد من الشهداء الذين اضطر ذووهم أو اضطر عموم الناس لدفنهم دون إبلاغ وزارة الصحة عنهم نتيجة الظرف الميداني. عدد الجرحى يكاد أن يصل إلى 50,000 جريح، الأرقام المعلنة تتحدث عن 35,000 جريح. طبعا الأرقام وقفت عند 35,000 جريح، وقفت عند 14,000 شهيد لسبب بسيط، هو مش أن المنظومة الصحية انهارت، لم تعد هناك منظومة صحية في القطاع. للأسف.